بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، إنك على كل شيء قدير. نترحم على الشهداء ونرجو الله أن يتقبلهم في أعلى عليين، رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم تحت لواء سيد المرسلين في غرف النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجبر كسر قلوبنا وقلوب المؤمنين والمؤمنات بفرج عاجل مؤزر من عنده، أن يجبر كسر المقلومين، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان. هذه أمسية من أمسيات البيت الحمصي، خير ما نبدأها آيات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا الدكتور محمد عامر السباعي، فليتفضل. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي أرسل رحمة للعالمين،
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. إن الأيتام وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهذه الوصية مستمرة ومطلوبة في كل زمان ومكان. كارثة حلت بنا، كارثة مفجعة حلت بأمتنا، أفرزت مصائب جمة ونتج عنها أيتام خلال فترة زمنية قصيرة، منهم الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم أو عائلاتهم، فتضاعفت أعداد الأيتام أضعافا مضاعفة. والعالم المعادي للأمة يعيش منذ زمن طويل حالة شح للدراري، فهم كالذئاب المسعورة متهيئة للانقضاض عليهم، بحجة الرعاية حينا وبحجة التعليم حينا آخر، وأدواتها في ذلك ما تسمى بمؤسسات المجتمع المدني المزعوم التي يرعونها، وكذلك الأسر القائمة على غير فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن هنا كان دور المراكز والجمعيات والحكومات دورا عظيما في قرع ناقوس الخطر ورفع مستوى الحيطة والحذر لدى المجتمع المسلم، والاطلاع بالمسؤولية الكبرى في حماية هؤلاء الأيتام من براثن من يريد سرقتهم بحجة ورعايتهم. فنحن إن لم نقم بتحمل الأمانة وتأديتها فستسرق منا في وقت أقرب مما نتخيله. فبدل أن يكون الأيتام رجال المستقبل وحملة مشاريع الأمة، فسيكون حملة مشاريع أعداء الأمة إن تلقوا الرعاية والتعليم عند أعداء الأمة. أيها الغيرون، هذه الحالة وهذا الواقع أمام أعينكم، فلا تترددوا في القيام بواجبكم الذي يريده الله عز وجل منكم، واختاروا كي لا تصلوا إلى نقطة فيها تحتاروا. هذه المحاور، نحن اليوم أضياف على الدكتور محمد الزحيلي أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية، فليتفضل مشكورا يجلي لنا هذه الموعظة، هذا ناقوس الخطر يقرعه ويعلنها للأمة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبدأ بما أنتخي به عادة: اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. وبعد، فإني أشكر البيت الحمصي والأخ المهندس عبد الله السباعي أبو عامر على هذه الأمسيات والندوات. وكما تفضل الأخ أبو عامر بأن مناسبة هذه الحلقة هو ما أصاب أمتنا في سوريا وتركيا من زلازل، وتركت آلاف من الشهداء ومن ورائهم أيتاما. وهنا أحيانا تتوثب الشياطين والكلاب المسعورة لاستغلال هذا الوضع، فجئنا لنذكر موقف الإسلام العظيم من رعاية اليتامى التي أسميها معجزة للإسلام ولا مثيل لها في دين من الأديان ولا في شريعة ولا في قانون. نصاً في القرآن والسنة وعملياً في التاريخ الإسلامي بشكل غريب كما سنشير، وأنها لا تزال حتى وقتنا الحاضر سنشير، ولكن مع شيء من
التقاصير وأسباب الغياب. فأذكر أيضا أن مقدمتين سريعتين جدا، أن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق متلازمة، وليست كما يدعي الملحدون والعلمانيون أن الدين في المسجد ولا علاقة له بالشريعة والحياة والأحكام والآداب. وهذا أهم رد، كيف أن الإسلام اعتنى بالأيتام وليس بالمسجد والصلاة والعبادات. هذه نقطة. النقطة الثانية، كنت أسأل منذ 50 سنة عن أهم ميزة من ميزات الإسلام، فأقول الإسلام دين إنساني، يعني جاء من أجل الإنسان وتحقيق مصالحه بجلب النفع له ودفع الضرر عنه في الدنيا والآخرة. والأيتام إنسان، وبالتالي فهم جزء من شريعتنا وهدف من أهدافنا. أبدأ أيها الإخوة بعناصر سأضطر في بعض الجوانب منها أن أختصر اختصارا شديدا بمجرد إشارات، ولكن لابد من الأساس من القرآن العظيم والسنة الشريفة، وليس اجتهاد فقهاء ولا أئمة ولا علماء ولا مجتهدون. ونبدأ من القرآن الكريم، وقبل ذلك فقط نعرف من هو اليتيم. اليتيم هو الصغير، يعني الإنسان الصغير من الولادة إلى البلوغ، الصغير الذي فقد أباه، ويشمل الذكر والأنثى. وأما من فقد أمه فلا يسمى يتيما إلا مجازا وعرفا بعض الناس. ومن بلغ البلوغ فليس بيتيم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، رواه أبو داود. البلوغ والاحتلام كان في الشرع والتاريخ الإسلامي هو الذي يصل لمرحلة 14-15 سنة ويحتلم، والفتاة التي 12-13-14 سنة والتي تحيض. فمتى بلغ هذا فلم يعد يتيماً، بصار رجلاً وامرأة. وفي العصر الحاضر صاروا يعتبروا الصغير حتى 18. وهذا أيها الإخوة أيضا يشمل اليتيم الذي فقد أبوه ويعرف من هو أبوه، ويشمل اللقيط الذي غفل لم يعرف أباه، وقد يكون لقيط شرعي من زوج وزوجة ولكن ألقوا الولد، أو من سبب غير شرعي، المهم لقيط. وهذا سواء كان يتيما معروف أبوه أو لقيطا، كل منهم إنسان ويحتاج للرعاية والكفالة، ولا علاقة ولا مسؤولية لأبيه وأمه عن وضع أبيه وأمه. فإجمالاً اليتيم طفل وإنسان، ويستحق عقلاً وشرعاً وعرفاً وقانوناً جميع حقوق الأطفال في الدنيا وجميع حقوق الإنسان محلياً وعالمياً. وأن لفظ اليتيم ورعاية اليتيم في الإسلام مفخرة من مفاخر الإسلام والمسلمين، شرعا وقانون فرقا
وتاريخا واجتماعيا وعلميا، وإنها الأيتام في التاريخ الإسلامي من زمن الرسول حتى عصور قريبة. الأيتام كانوا يتمتعون بمكانة يحسدون عليها، وكان الأولاد الذين أباؤهم موجودون يتمنون أن يكونوا أيتام، ويقول يا ليتنا نكون مثلهم من شدة العناية والرعاية دينيا واجتماعيا وماليا وإنسانيا للأيتام. ومن هنا ورد إكرام اليتيم في القرآن وعن رسول الله والصحابة والصحابيات ثم التاريخ الإسلامي. أكثر من هذا، فإن اليتيم أمه أرملة صالت، وكثيرا ما تتفرغ لأيتامها، وسنرى فضلها في حديث الرسول، وأننا نحيي هذه الأم، هؤلاء الأمهات اللواتي يرعون الأيتام، وصار يضرب لهم بهم المثل من التاريخ الإسلامي كله وحتى في عصرنا الحاضر. ولكن السبب أن اليتيم الذي فقد أباه يشعر بشيء من النقص، وهذا يدفعه إما للتفوق والتميز وإما للفساد والانحراف لا سمح الله. نبدأ من القرآن الكريم. أهلا بالشيخ علي، وبارك الله فيك علي الشربجي، الله يجزيك الخير، منورين من هنا إلى اسطنبول مرورا بسوريا ودمشق وحلب وغيرها. نبدأ قرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. ونلاحظ أن القرآن العظيم ربط والإحسان لليتامى بعبادة الله وبر الوالدين في هذا. شوفوا الدرجة. وفي آية في سورة النساء الذي قرأها الأخ عامر جزاه الله خيرا، ففي سورة النساء يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وورد كثير عن السيد الرسول والآيات في موضوع اليتامى ورعاية اليتيم والتحذير من أي اعتداء أو أكل أو هضم لحقوقهم لأنه ضعيف لا يوجد غالبا من يرعاه. كانت النتيجة الخطيرة في أول سورة النساء الذي قرأها الأخ عامر أن الصحابة تحرزوا من الاقتراب من اليتامى حتى لا يظن أنهم يأكلون ذرة من أموالهم، حتى لا يظن أنهم يسيئون إليهم، فامتنعوا عن معاملتهم. أكثر من هذا، امتنعوا عن الزواج من اليتيمات خشية أن يهضموها أو يظلموها ولو ذرة. فجاء القرآن العظيم، وكثير أعتذر من الدكتور علي، الشيخ علي المفسر للقرآن والمفسرين، أنني كثير من الناس تظن أن سورة النساء وأوائلها من أجل تعدد الزوجات. لا يا أخي، لا لا، سبب نزول آيات أوائل سورة النساء من أجل اليتامى، وأن الصحابة عندما خافوا وتأثروا وتحرزوا من الاقتراب من اليتامى جاء القرآن العظيم ليقول لهم في هذا
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذن السبب اليتامى، وإجا موضوع تعدد الزوجات، فإن خفتم ألا تعدوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ثم جاءت الآية بعدها وأيضا هي مرتبطة باليتامى واليتيمات، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء فاكلوا هنيا مريئا. إذن أو حتى اليتيمات إن تزوجنا، وجاءت لأنها جاءت الآية بعد ذلك في التي ترغب وتهدد وتحث وتراعي الناحية النفسية، نفسية الإنسان، تربية نفسية. وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كأنه يقول يا مؤمنون الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يا مؤمنون إذا مات أحدكم وترك أولاده وذرية ضعفاء كيف يتمنى أن يرعى الناس أولاده وهو ميت؟ يعني فعاملوا اليتامى وأولاد الشهداء كما تحبون أن يعامل أولادكم. وغير ذلك يا أخي الكريم في موضوع اليتامى وصورة النساء، بالمناسبة وليس الحصر، لا نستطيع في المحاضرة، أن القرآن الكريم جاء بالكلام بلفظ اليتامى والرعاية 21 آية وجعلهم في هذه المكانة، وأن لهم حصن ونصيب من الغنائم والفيء والزكاة وغير ذلك، بالإضافة إلى ما صار في الوقف. ننتقل إنه هذا الكلام من السماء إلى الأرض، أقف الآن نصل للأرض، ماذا حصل؟ وكيف أن السيد الرسول سيد المرسلين والذي جعله الله أسوة وقدوة لكم في رسول الله أسوة حسنة، ماذا كان موقفه من اليتامى ورعاية اليتامى وكفالة اليتامى؟ قال كما جاء في الحديث الذي قاله رواه الأخ أبو عامر بتشبيه وظاهر أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة، الإصبع السبابة أو المسبحة والوسطى، يعني كافل اليتيم سيكون في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدرجة والمستوى وغير ذلك. وذكر أحاديث أيضا أكثر من 200 حديث، عشرات الأحاديث، منها من الناحية أن هذا اليتيم الصغير لعمره سنة سنتين ثلاثة خمسة سبعة الذي يشعر نفسيا بالضعف وليس له سند وليس له أب يرجع إليه أو يطلب منه ولو شوكولاتة ولو نفقة ولو شيء، ولو أن يقول له يا بابا عندما يشعر رفيقه وزميله في الصف يتحدث يقول يا بابا، أو يقول أعطاني بابا أو غير ذلك، فكم يشعر في صعوبة وألم وضائقة نفسية. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أن يرعى هذه الناحية النفسية في الرسول، حتى قال
من مسح على رأس اليتيم، من مسح رأس اليتيم أو إيه، وبحديث آخر وامسح رأس اليتيم وكان له في الجنة من الحسنات بعدد ما وضع يده على رأسه. هذا الطفل عمره 6-7 سنين في الروضة وفي المدرسة وفي الشارع وفي الطريق وفي الحفلة والاجتماعات، عندما يشعر أن رجلا لا يعرفه ويضع رأسه على يديه يشعر كأن سند لظهره له ويتقوى ويخفف عنه. ولذلك فإن هذا كما قلت، هذه النقطة الضعف عند اليتيم إما أن تدفعه إلى التفوق وأن يكون من القادة كما سنرى، وإما أن تدفعه سمح الله إلى الانحراف وهو ما نسود إليه. بل قال السيد الرسول من بعض خير بيت في المسلمين بيت يحسن إليه، يتيم يعني فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. يا سلام. بل حتى السيد الرسول يبين في قصة الإسراء والمعراج التي مرت قبل أيام قليلة، وفي الأعلى في السماوات العليا وبرفقة جبريل، فيقول السيد الرسول، شوفوا التشبيه، أردت أن أدخل وإن لم رأى بالجنة تنازعني وتسابقني لفتح باب الجنة. يستغرب السيد الرسول، من هذه يا أخي يا جبريل؟ فقال هذه امرأة مات زوجها وترك لها أطفالا فآثرت، تخلت عن شهواتها، عن حياتها، عن رغبتها، عن تضحيتها، عن زواج من آخر، وأرادت أن تربي، تفرغت آثرت أطفالها لتربيهم. ومن هنا لذلك نرى أن هؤلاء الأطفال عندما يكبرون ويحسون بما قدمت والدتهم التي أمهات في التاريخ يرفع بهم الرأس، وكانوا مثلا أعلى في التاريخ، وتركوا أولادا قادة وأئمة في التاريخ، هؤلاء الأولاد يقدرون أمهاتهم ويضحون في سبيلهن بأشياء عجيبة كما سنرى، نشير إن استطاع الوقت. وأن هؤلاء الأمهات يعشن بفضل وأولادهن عندما يكبرن في البلوغ 20-30-40 ب80 يمكن، ويرعى والدته رعاية لا مثيل لها ليجزيها فيكون لها الفخر والفخار والعزة والسؤدد في الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا، في كما قلت عشرات الأحاديث الشريفة ودور وكيف أن الأمهات يحبسن أنفسهن على تربية أولادهن وبتوجيه إلهي وإسلامي وديني وقرآني ونبوي من أجل أن يصلن لهذه الحظوة والمكانة التي بيّنها الرسول عليه السلام. لأنتقل لمحور آخر، وهو ما هو دور الأيتام واليتامى في الشرع والفقه. قلنا ناحية أخلاقية، يا سلام، والإسلام جمع بين الإيمان والعقيدة ورقابة الله والطمع بالجنة والخوف من النار في رعاية الأيتام،
وبين الأحكام الشرعية والعملية في الحياة وبين الأخلاق وحسن الأخلاق. والرسول يقول إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق وأحصل على أعظم وسام إلهي، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، فالإسلام ذات الأخلاق في العطف والرعاية والرحمة وحسن المعاملة والأخلاق والبعد عن أي شيء يتعلق باليتيم حتى أبتدئ مباشرة. قال فقهاؤنا وعلماؤنا طوال 13 قرن أن هناك ثلاثة أشياء أو أموال لا يمكن الاقتراب منها أو يحذر أو تحتل المكانة العليا، وهي مال اليتيم ومال الوقف ومال بيت المال. إجا بالشرع والفقه، وهنا مباشرة أبدأ بأمر جاهلي قبل الإسلام وتجدد الآن في جاهلية العصر الحاضر وشاع وانتشر بكل ألم في أوروبا والغرب، وهو الخلط بين رعاية اليتيم وكفالة اليتيم والحسن اليتيم وبين التبني، وهو اعتبار اليتيم وأحيانا يكون والده شهيد مثل الآن، والده شهيد في معركة مثل ما صار في حرب 67 و73 وغيرها في الصحيح في الغزوات مع الرسول شهيد، ويأتون بالتبني. شو التبني؟ يلغي نسب والده الحقيقي ويدعي هو نسبا كاذبا، فهو كذب 100%، وفي الشرع كبائر من الكبائر، وأنه من يؤدي إلى جهنم والعياذ بالله، وهو من الطامات الكبرى. وهما نستغرب ونرى المكيال بمكيالين والازدواجية في الغرب التي تدعي وتحارب الكذب أول القيم التي تحاربها في أوروبا والغرب وأمريكا إلا الكذب في التبني، ويدعي هذا الولد ابنه كذبا وزورا حتى ولو كان لقيطا، ليس ابنه الابن. إنما أمهاتكم اللاتي ولدتكم والولد من الرجل الذي سواء كان ولو كان زانيا وإن كان من الولد للفراش. فنها نحذر قلت من التبني الذي جاء الإسلام وألغاه حتى للسيد الرسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. ومن هنا يا أخي حتى لو كان قد يعرف والده بنسبه لوالده ويتم ذكر لوالده ويدعو لوالده، ما بنعرف والده، فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين. نعطيه أي اسم، ابن عبد الله، مين عبد الله؟ كل البشرية عبد الله ولا يعرف، ونحافظ له على نفسيته وكرامته وسمعته بين الناس، لأنه لا ذنب له حتى لو كان ابن زنا، فكيف إذا كان ابن شهيد؟ أليس هذا اعتداء؟ أليس هذا جريمة ضد الشهداء إنه نسرق لهم أبنائهم؟ ومجال التبني وتحريم التبني يحتاج إلى أمر آخر. إذن أولا جاء الشرع في أجل أولا الولاية على اليتيم، أن يعين له مشرف على نفسه وأمواله وتربيته ورعايته كما يرعى أولاده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن هذه الولاية على النفس والكفالة، وأن هذا اليتيم تثبت له حقوق في ماله
كما قرأ الأخ عامر في حفظ المال واستثمار المال وارزقوهم فيها ورد المال عند البلوغ مع الرشد، يعني إذا بلغ وغير راشد يعني لا يعرف حسن التصرف تؤجل، وإذا أوصلنا المال إليه بأمر من الله وأشهدوا أنه نشهد عليهم بتسليم المال. أيضا من هذه الأشياء النفقة على اليتيم، إما من ماله قد يكون له مال، نعم حتى اللقيط قد يكون له مال، واحد ألقى الولد وترك مالا بجانبه، أو من مال من التقط فرض كفاية، أو ما بغده ما عنده ما يستطيع أن ينصح ويبلغ ويدعو ويرشد من يقوم بهذا، أو من الزكاة أو من الصدقات والتبرع أو من الوقف. وباب الوقف أيها الإخوة الذي لعب في الإسلام وكان له دور اجتماعي للناس جميعا أكثر من بيت مال المسلمين ومنهم الأيتام، وأخيرا من بيت مال المسلمين، نعم، وأن حرمة أكل مال اليتيم، لا تأكلوا أموالكم بين ولا تأكلوا أموالهم، لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما. ولذلك بندرس في أصول الفقه أن هذا للتمثيل، فيقوم أو يقاس عليه بالأولى، بدل ما أكل ماله أتلفه أحرقه ألقيه في البحر أسرقه، كل هذا لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي نوع من أنواع الإتلاف ويأكلون في بطونهم نارا. وأن هذا إن كان له مال يجب على الولي أن يستثمره، يشغله إياه، مثلا عنده 10 ملايين 100 ألف، فإذا بده ينفق عليه في حتى يبلغ 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة ينتهي المال. إجا الإسلام فرض عليه الاستثمار، يشغل له إياهن معه أو مع غيره أو في جمعية أو في شركة أو في مؤسسة، وينفق عليه من الأرباح. فالمئة ألف يمكن مع الإنفاق عليه تبقى 120 يصير 150 وهكذا، وأننا نحفظ له هذا المال. وأن المسؤولية على الأيتام هي فرض على كل مسلم، فرض كفاية، إما أن يقوم به بنفسه أو بغيره. فإذا حصل هذا المقصود ثبت الأجر، وإن قصروا أثموا جميعا على ضياع أي طفل أو أي لقيط، حتى كمان الآن نرى إما أن يضعوا اللقيط طفل في باب المسجد أو داخل باب المسجد أو الكنيسة أو في حوت الزبالة أو غير ذلك، المهم إنقاذ إنسان له روح ومسؤول عليها، ويجب عدم الإساءة لماله نهائيا. ومن حقوق الأيتام أيضا أنه لا يشترط معرفة الأب واليتيم، وتخصص للأيتام وصايا، واحد يوصي، قد يكون من الواقف للأيتام. وأن الاستمرار في الشارع والفقهاء وصلوا، إذا كبر هذا هل معناته انتهينا، نزلت المسؤولية عن ظهرنا، صار عمره 14 15 18 تبقى استمرار كفالة اليتيم أو العناية به أو رعايته ولو بعد البلوغ في ذلك. وقلت أذكر هنا بدور الأم ورعايتها مع حق اليتيم بأنه أعظم الحقوق في الأموال، وحتى
توصية الآن، كما تفضل الأخ أبو عامر، وكما نسمع والحبل على الجرار إنه الشهداء والقتلى في زلزال شمال سوريا وتركيا فوق 40، وقال أحدهم قد يصل للمئة، 80,000. طيب هؤلاء كم تركوا أيتام وكم تركوا نساء زوجات، صرنا أرامل. إجا الشرع ورغب بالزواج من الأرملة التي عندها أولاد ليأخذهم يرعاهم مع زوجته، وهذا كثير، حتى نص القرآن الكريم، وأن هذا الولد أو البنت الذي يكون في تربية زوج الأم، سمى القرآن الكريم في آية التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم وربائبكم، يعني بنت الزوجة التي تكون في حجوركم. قلت هذا باختصار شديد. إضافة هنا أن الأيتام في التاريخ، تاريخ الإسلام المشرف الذي قلت هو مفخرة، أولهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول له: ووجدك يتيما فآوى، وقال تعالى له: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم جاء سورة الانشراح الشرح: ورفعنا لك ذكرك. وكذلك سيدنا عيسى لا أب أيضا في له، وأن هناك في التاريخ الإسلامي غير أيتام عظماء ويملؤون الأرض حكمة وجهدا وعلما وخلقا حتى ينالوا أوسع الأوسمة. من هؤلاء الأيتام يا أخي أن أيتام من الصحابة، عكرمة أكبر علماء التابعين في مكة، مولى ابن عباس يتيم، سالم مولى ابن عباس يتيم، سلمان الفارسي كان يتيما، مصلح ابن أثاثة الذي كان في حجر أبي بكر، زيد ابن أرقم، عبد الله ذو البجادين، زياد ابن أبيه الذي ألحقه معاوية به وسمي زياد ابن أبي سفيان، زيد ابن ثابت، أبو هريرة كان يتيما، عبد الله ابن محيريز الذي كان يتيما عند أبي محزورة. ومن الأيتام أيضا العلماء بعد ذلك الأوزاعي، فقيه الشام والمدفون الآن ببيروت في ساحل بيروت، وبقي مذهبه 300 سنة يطبق حتى انقرض، قاضي أبو يوسف، قاضي القضاة في دولة العباسية عند هارون الرشيد كان يتيما، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان يتيما، الإمام الشافعي رحمه الله كان يتيما، الإمام البخاري محدث أعظم كتاب في الإسلام كان يتيما، ابن الملقن، ابن الجوزي، أيتام صنعوا تاريخا. من هون هؤلاء الأيتام، الشاعر المتنبي أعظم شعراء العرب والمسلمين المتنبي كان يتيما، الإمام السيوطي في القرن العاشر، الحافظ ابن حجر العسقلاني من عسقلان في فلسطين المحتلة الحبيبة الغالية، ابن حجر إذا أطلق الحافظ في التاريخ الإسلامي والحديث وعلم الحديث، الحافظ هو ابن حجر كان يتيما، الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف، وآلاف من الأمثلة في التاريخ العربي والإسلامي، ومنهم القادة، منهم طارق ابن زياد كان يتيما، عبد الرحمن الداخل الذي أسس الدولة الأموية في الأندلس كان يتيما، منهم عباد الدين الزنكي والظاهر ببرس
البطلان الذين مهدا الانتصارات والفوز لصلاح الدين الأيوبي. منهم أيضا الصحابي زبير بن العوام الذي ربته صفية عمة الرسول، وكان يعادل 1000 فارس، كان يتيما. عروة بن الزبير، من الأشياء المعاصرة، هتلر يكون كان يتيم الأب والأم، حتى أوباما كان يتيما، رئيس أمريكا، وكان يقول وهو في الطفل: أحلم أن أكون رئيسا للولايات المتحدة، وتحقق له ذلك. ومحاضر، وهناك برنامج أن اليتيم يعمل التخي. الأيتام واليتامى في العصر الحاضر، نعم يا أخي، لا ننكر أن وجوده يوجد الآن رعاية وكفالة للأيتام في العصر الحاضر، ولكنه قليل وفيه تقصير. ليه؟ لضعف الإيمان من جهة، ضعف التربية الإسلامية، الجشع المادي، غياب الشريعة الكاملة في الحياة، فضعف. ولكن يوجد مؤسسة الزكاة وترعى الأيتام، مركز أيتام، عدم اهتمام وقلة كفاية، هناك مؤسسة الشؤون الاجتماعية وتأخذ الأيتام واللقطاء ترعاهم بحدود إلى أن يأتي أخذ يأخذهم. رعاية الأيتام فرديا في جميع المجتمعات العربية والإسلامية والجاليات في أمريكا والغرب. وأحد الشباب طبيب كان بأمريكا، كان في تركيا عند الزلزال، والتقى بأخت ترعى الأيتام وأخبرته بها، فجاء وبلغ في أمريكا، ففي جلسة واحدة تبرع 5 أن يرعوا أيتام من زلازل تركيا وحلب في جلسة واحدة. هناك عندما كنت عميدا لكلية الشريعة بالشارقة، ولا دخلت علي فتاة، استغربت، فطالب: هل تسمح لي أن؟ نعم. فأخبرتني أن هي مندوبة الجمعية الأهلية في عمان الأردن والشارقة، ورئيسها أبو محمود في أستراليا، والطالبة تسعى لتذكر برعاية الأيتام. وأخبرتني وقمت وبلغت المدرسين والأساتذة، وتمت رعاية عدد مع متابعة سنوية من الجمعية والمدرسة والأهل لهؤلاء. الغرب الآن يحرص على رعاية الأيتام، لكن مع طامة كبرى هي التبني، وهذا كما يقولون خلطوا عملا صالحا بعملا سيئة، وهنا يضحكون على الناس. يا أخي، هل نترك اليتيم والنقيط بدون أن يموت بالطريق، بدون طعام، بدون شراب؟ يخلطون بين رعاية اليتيم وكفالة اليتيم وبين سرقة النسب والاعتداء على نسب أبيه والكذب في هذا، فموجود، فالآن شائع ومنتشر في الغرب، والتناقض في هذا الأمر. ولأنهم في كثير الأحيان أنه في أوروبا وأمريكا يسعون لعدم الإنجاب أو لكثرة الزنا أو لأولاد الزنا اللقطاء، ووجود دور للرعاية ورغبة الأفراد في تبني الأطفال وكفالتهم. وأخيراً بزلزال سوريا وتركيا، اتجه بعض الناس بشكل مشرف ولكن أقل من المستوى المطلوب لرعاية الأيتام والفقراء والإنقاذ ومساعدة، ولكن في نقص. فهنا تسلل الشيطان والمجرمون، وجاء قس من رجال الكنيسة بفرنسا إلى تركيا، وأنه مستعد لتبني وأخذ 300 يتيم وطفل لرعايتهم، والهدف في أوروبا والغرب، وهنا الآن لتنصيرهم. يعني صار في تبني حرام وطامة
وصار في رعاية وكفالة، وصار في تنصير وإدخالهم في الدين، إخراجهم عن دين أبائهم. وفي المقابل نهض بعض المسلمين بهذا الأمر. فالخطورة أيها الإخوة للقطاء واليتامى في هذا العصر، الخطورة في ضياعهم أو تشردهم أو تلقي شياطين الإنس والجن لهم في الانحراف، في المخدرات، في الخمور، في الدخان، في الملاهي، في الجرائم، وهم عبء على المجتمع والدولة والأمة. وإشارة أخيرة، أنه من الأيتام الذين هم كالشموس في سماء عصرنا الحاضر، الشاعر حافظ إبراهيم وعمر المختار المجاهد البطل الشهيد في ليبيا، والشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس، ومنهم أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد أديب صالح الذي كنا نعرف كان يضرب به المثل الأعلى في دمشق في كل بلد يذهب إليه في رعاية أمه والبر بها حتى توفيت، والأمثلة على ذلك في عصرنا. هنا أيها الإخوة، هذا إشارة وتذكير، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأن السيد الرسول يقول: الخير في وفي أمتي حتى تقوم الساعة، أو لا يزال الخير في أمتي حتى تقوم الساعة. فنحن نذكر الإخوة المؤمنين والمسلمين والأغنياء والأثرياء، حتى المتوسط يا أخي، حتى لو كان فقيرا، كما يطعم أولاده يطعم يتيما، أو يتبرع لمؤسسة ولو بدولار أو ليرة أو درهم أو غير ذلك. إذن المساهمة في هذا، بالإضافة إلى موضوع الزكاة والصدقات والوقف الذي يعتبر شبه مجمد أو مخدر في كثير من البلاد العربية، الوقف من أجل الأيتام. فنحن نذكر بهذا الجانب الإسلامي والشرعي والفقهي، وأنا على أمل وأنني أتفائل وأتعشم أن كثير من المسلمين مع الأوضاع السيئة في بلادنا العربية والإسلامية، ومع ذلك عليهم أن يقدموا رعاية الأيتام. قلت واللقطاء، ليش عم أقول لقطاء؟ لأنه يعني قد يكون في الزلزال نجد أطفالا ولا نعرف أباهم ولا أمهم، فبالتالي فكأنهم لقطاء ولا نعرف أصلهم. فأتعشم أن يتم هذه الرعاية ليكسبوا هذه المكانة التي بيّنها السيد الرسول في الدنيا: خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. لنكون مع الجنة أنا في الجنة مع رسول الله، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أدعو أيضا الأمهات لرعاية أولادهم وهنيئا لهم، وإن تزوجوا أو أدعو للزواج من الأرامل والأمهات لرعاية الأطفال في ذلك. هذا هو الإسلام، هذا هو ديننا، نعرضه للناس ونبينه، ولكن وسيبقى حتى تقوم الساعة، والله تكفل بحفظه. وفيه عندنا صحوة إسلامية ممتازة بالقرن الحاضر، العصر الحاضر، وإن كان هناك طامات وسيئات وتآمر وغدر للإسلام والمسلمين إلى أن يصل إلى القمة، ولكن يبقى أملنا. وربنا كما أكرر في الآية نحفظها لأبنائنا في الأطفال في المدارس: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى
الاستجابة والتوفيق والفرج لإخواننا في سوريا وتركيا وفي العربي والإسلامي بل في الكرة الأرضية كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتورنا الغالي دكتور محمد الزحيلي، بارك الله فيكم، أجدتم وأفدتم. معنا إخوة كرام، علماء كرام، معنا الشيخ علي الشربجي، الدكتور مصطفى ألفير بوز، المهندس عباس طليمات، الأستاذ رفاه المهندس، دكتور رأفت ميقاتي، دكتور وهيب الخوجة، الدكتور عبد العزيز السباعي، أستاذ أحمد دباس. نبدأ مع شيخنا الشيخ علي الشربجي حفظه الله تعالى، صاحب الأيادي البيضاء في البيت الحمصي وبل على المكتبة الإسلامية وعلى المسلمين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أولا أحيي أخي الدكتور محمد وأشكره على هذا المجلس الجميل وعلى هذا اللقاء المميز وعلى هذا الدرس المفيد إن شاء الله للمسلمين. وثانيا أشكر الأخ القائم على البيت الحمصي الأخ الكريم أبو عامر، جزاه الله خيرا وحرصه على انتقاء وأعوان العاملين في رعاية المسلمين ورعاية مصالحهم. والحقيقة يا أخي الكريم أنا سعدت يعني برؤية الدكتور محمد لأني مشتاق إليه، وأنا والله من الناس الذين يحبونه ويجلونه ويصغون إلى حديثه وإلى كلامه. جزاه الله عنا كل خير إن بارك الله فيه. أخي الكريم أبو عامر، موضوع اليتامى موضوع كبير وكبير جدا، والمسلمون لا يجهلون النصوص الواردة في هذا الموضوع، وكل المسلمين على الأغلب يعلمون فضل رعاية اليتيم ومقام من يقوم بالإحسان إلى هؤلاء الأيتام، ويعلمون ما في أكل أموال الأيتام أو الاستخفاف بهم أو يعني الإساءة إليهم، يعلمون ما في ذلك من خطر عليهم في دينهم ودنياهم. لكن موضوع حقيقة موضوع كبير يحتاج إلى جهد عظيم وتعاون بين المسلمين. ديننا دين التعاون، ديننا دين تكافل، ديننا دين تراحم، ولا سيما في الأزمات الكبيرة والمصائب الكبيرة كمصابنا نحن اليوم بهذه الزلازل التي وقعت في سوريا ووقعت في تركيا. هذه الأمور تحتاج إلى جهد كبير من المسلمين وإلى عمل تضامني عظيم وعلى غير إنسانية على هؤلاء المحتاجين من الأيتام ومن غيرهم. يعني اليوم أزمة إنسانية تحتاج أن نشمر جميعا عن أيدينا وأن نشارك فيها، ولا يصح لأحدنا أن يتعلل ولا أن يعني يتكاسل عن مد يد العون لهؤلاء المحتاجين في مثل هذه الأوقات. فعلى كل الدكتور محمد ما أثر في تجلية هذا الموضوع وبيان أطرافه وجوانبه، وفجزاه الله عنا خيرا. وأنا سأترك المجال لمن هو أقدر مني وأكثر شبابا مني في يعني إبداء ملاحظاته، لكن كما قلنا لابد من التعاون، لابد من يعني تنظيم العمل الإنساني بين المسلمين لرعاية مثل هؤلاء الناس الضعاف أو المحتاجين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سلام مرة أخرى لأخي الدكتور محمد، أسأل الله أن يكون بخير وصحة وعافية وأن نراه سالما غانما، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ علي الشربجي، أمد الله بعمرك مع دوام الصحة والعافية ونفعنا بعلمك. معنا الدكتور مصطفى ألفير بوز وهو مساعد وزير الرياضة والشباب
في الجمهورية التركية، وأنا أود أن نأخذ منه إضاءة كريمة، فليتفضل مشكورا. الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا الدكتور ألفير، يعني يهتم كثيرا باللغة العربية ويتلذذ بها ويتذوقها تذوق المحب الشغوف، كما أنه صاحب دمعة سخية، فليتفضل. أنا أشكر لكل الأساتذة، خاصة أستاذ زحيلي. تشرفت بتعرفه على الشاشة في هذا المجلس. أشكره لإلقاء المعلومات اللازمة لنا جدا في هذه الأيام خاصة. أنا لا أطيل القول الآن، وسأخبر بعض الحقائق جرى في تركيا في حقوق الأيتام. أولا يا إخوتي، لا تقلقوا على في تسليم اليتامى لأي شخص حتى الآن، حتى لو كان تركي داخل التركية أو خارج التركية. حتى الآن حوالي يعني وجدت الموظفون حتى الآن سجلوا 700 يتيم حتى الآن، يعني غير معروف، لم يوجد آباؤه أو أمهاته، يعني ليس لهم عائلة، ولكن أخذوا هذه الأولاد إلى بيوت في وزارة العائلة، و طلب كثير من العائلات لكي يرعى الأيتام، خاصة أيتام الزلزال، ولكن الدولة حتى الآن ردت كل طلب، لم يسلم أي يتيم حتى الآن إلى أي شخص، ستدرس المسألة بشكل دقيق. بعد ذلك لو وافقت طرف الدولة أن يعني تعطي تسلم اليتامى لأسرة، ولكن أسرة أهلية لمراقبة يتيم، ستمتحن أولا الأسرة هل هي تستطيع أن ترعى اليتامى بشكل صحيح من جوانب معنوية ومادية والتربوية. لو يجد لهم استطاعة لرعي اليتامى سيسلم للعائلات في المستقبل، ولكن الآن لا يوجد أي تسليم. لذلك إن شاء الله لا تقلقوا، لا نسلم أي أيتامنا خاصة للنصارى للكنيسة، يعني نحن نعرف ماذا يعمل كنيسة بالأولاد، يعني تعلمنا هذا بالتجربة مرة حتى الآن. يعني ليس اليتامى، لو يعني تعامل أي شخص غير يتيم، أول شيء ينصرون أو يهودون،
التهويد ليس ممكن، لا بد أن يأتي النسل من جانب الأم أو الأب والأم، ولكن التنصير ممكن، يعني يأتون أولا: تمام، نحن نساعدكم، نحن يعني ملك، ليس ملك الموت، نحن ملك ملك نعم ملك الرحمة، ملك التعاون، ولكن يعني فقدنا كثيرا من أولادنا خاصة في القرن الأخير، يعني الكتب مملوءة بتنصير أولاد المسلمين، يعني أخذوا صغيرا من مجتمعاتهم. أول شيء يعني أردت أن أخبركم هذا قبل أن ألتحق بكم في المجلس. أنا اتصلت بالأخ الموظف في وزارة العائلة، وزارة الأسرة، وأخذت المعلومة صحيحة لكي أخبركم، يعني ليس طلبي أنا، طموحتي أنا، بل حقيقة. لذلك اتصلت بالموظف في وزارة الأسرة وأخذت هذه المعلومة وأوصلتكم. إن شاء الله لا تقلقوا في هذا، خاصة طرف التركية يعني خطأ خطوات كثيرة لمواجهة فقدان الأولاد. أشكركم، يعني أنهي قولي الآن، وعندكم الأسئلة سأجيب لو أعلم جوابه. تفضل. جزاك الله خيرا دكتور مصطفى الفيروز، مساعد وزير الرياضة والشباب، بارك الله فيكم وحفظكم، وقد أعطيناه الجنسية الحمصية. نعم. بارك الله فيكم. معنا المهندس عباس سليمات، وهو عامل في حقل الإغاثي والحقل التربوي أيضا. أود أن أخذ منه مداخلة عن وضع الأيتام وكيف كانت رعايتهم في مدينتنا، مدينة حمص، في الميتم الإسلامي. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على ما يبدو واجه بعض الصعوبة في الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أود أن أشكر أخي أبو عامر والدكتور محمد الزحيلي والسيد دكتور الفيرا على المعلومات ذكرها والتطمينات اللي ذكرها بالنسبة له بخصوص الأيتام. بحقيقة الموضوع يعني المشاركة اللي رح شارك فيها هي بحاول التعريف بسيطة حول تجربتي الشخصية والتجربة اللي كنا نحن عايشينها في مدينة حمص بما يخص العمل الخيري وخاصة موضوع الأيتام. أنا شرفت أن أكون عضو في لجنة كفاءة اليتيم الخارجي في الميتم الإسلامي بحمص، واللي هو اسم الجمعية الخيرية الإسلامية، بالفترة من 2005 إلى 2011. بعدها اضطرينا نغادر حمص، ثم انتهى بنا المطاف في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعاً برنامج كفاءة اليتيم هذا برنامج كان تابع للجمعية الخيرية الإسلامية، كان في لجنة مكلفة من شخصي، وكان فيها أستاذ الحاج حافظ ألفين، الأستاذ نجيب رجوب. أنا محاول شغل الكاميرا بس على ما يبدو مش أوكي. أنا مسكر الكاميرا، بعتذر منكم. أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا. كان معنا بهاي اللجنة، يعني أنا عم بذكرهم للحفظ المقامات يعني والأشخاص العاملين، يعني ذكر
فضله كان الحج حافظ ألفين سلم الله وأمد في عمره، أستاذ نجيب رجوب، أستاذ حسان شاهين، المرحوم رامي الدلاتي، والأستاذ مهدي أتاسي، وما بعرف إذا كان في معنا حديث بيسامحني إذا نسيت لأنه صرنا فترة بالشتات فالذاكرة بلشت ضيع. طبعا أنا وقت اللي عم نوه على هاي التجربة بدي نوه لنقطة كتير مهمة، إنه مدينة حمص هي من مدن يمكن قليلة في العالم أو الوحيدة في العالم التي لم يكن فيها متسول خلال الفترة اللي أنا بعرفها فيها. أنا بذكر من حمل الثمانينات لوقت اللي تركنا مدينة حمص لم يكن فيها متسول أو متشرد نهائيا. الجمعيات الخيرية في مدينة حمص بديت عملها من بداية القرن التاسع عشر، كان أول جمعية مسجلة هي جمعية الميتم الإسلامي أو جمعية الخيرية الإسلامية، أو يتسمى الميتم الإسلامي عن نفسه، تأسست عام 1921. بعدها تأسست جمعية البر اللي هي تأسست بال 56، وكان في عنا كتير جمعيات خيرية قائمة على الأرض، جمعية باب الصباع، الرياضة، الإنشاءات، تربع البي، رعاية الطفولة، وغيرها من الجمعيات اللي كانت موجودة على الأرض. بتعرف أنا بالنسبة إلي بتعرف ببرنامج البرنامج اليتيم كان اللي كان موجود في الجمعية الإسلامية أو المعروف الميتم الإسلامي. الجمعية كانت تهتم بنوعين من حالات الأيتام، اللي هي حالة الأيتام الداخليين أو اللي هني بيقيموا داخل الدار ويحصلوا على كافة مستلزمات الإقامة من طعام وشراب ومنامي وأشراف عن طريق مختصين، وبيستفيدوا من ميزات اللي موجودة في الميتم من دار الأيتام، اللي هي موجود مدرسة خاصة فيهم، في مسجد خاص فيهم، والنقطة المهمة كانوا يستفيدوا من الخدمات الصحية اللي تقدمها جمعية البر جزاهم الله خير. عندنا كان برنامج غني جدا، وهو برنامج الأيتام الخارجيين، واللي هن الأولاد اللي غابوا عنهم الولي الأمر الأب عادة يعني. في عندنا كان حالات أبناء أولاد يعيشون مع أمهم، وهي الغالب حالات يعيشون مع الجدي، حالات يعيشون مع العمي أو الخالي، فكنا نهتم بهذه الحالات. كيف كان هذا البرنامج يشتغل بالنسبة لنا؟ كيف كان هذا البرنامج؟ تم أول شيء التعرف على الأسرة. أرجو أن ترفع الصوت أستاذ عباس. نعم. كيف بيتم التعرف على الأسرة؟ بيتم التعرف على الأسرة عن طريق تقديم طلب مباشر، يعني إما الأسرة بتقوم بتقدم طلب لدار الأيتام أو بتوجه بتوجيه من أحد الأهالي، يعني إن والله في أسرة فقيرة محتاجة لكن تتعفف، يعني كان نحن بحثنا عن أسر متعففة. بعد ما بتعرف نعرف إنه في حالة نبدأ بيعني تقييم للأسرة، وتشمل معرفة مصادر الدخل هاي الأسرة المختلفة، إما عن طريق إيجارات أو أحد الأشخاص أفراد الأسرة يعمل، أو تجديها مساعدات من جمعيات أخرى، فنقوم بتقييم مقدار الدخل الحاصل عليه الأسرة، ثم تقييم قيم النفقات المطلوب من الأسرة، مثلا إيجار بيت، مثلا عندنا نفقات لحالات خاصة، لطبابي، لمرض، لأي شيء، فنحن نقوم بتقييم هذه النفقات وتحديد عدد أفراد الأسرة المستفيدين من هذا البرنامج، واللي تشمل الطفل اللي دون 14 سنة إذا لم يكن يدرس، يعني انتبه لنقطة أنه حد ال 14 سنة هو الحد إذا كان لا يدرس، والبنت حتى سنة 18. الطفل اللي يدرس بالأسرة منضل عم نكفله لحتى يتخرج من الجامعة، يعني إذا حب يتكفل من الجامعة يكمل دراسة حتى دراسة جامعية فنحن مكفولين بنفقته حتى يتخرج الجامعة، وحتى بالفترة بعد التخرج حتى يلاقي عمل مناسب يبدأ يكون إنسان منتج وقد يكون مساهم بالجمعية الخيرية، وفي حالات كثيرة من شبيهة بعد. أيضا نشمل بالمساعدة القائمة على رعاية الأسرة المتفرغ لها، مثل الأم إذا كانت غير عاملة عم عندها أولاد عم تشتغل فيهم، جدي مثلا أو خالي أو عمي، فإحنا نشملهم بهذه المساعدة حتى يكونوا ضمن الأسر أو ضمن المستفيدين من هذه المساعدة، ويقدر يقدم عطاء أكثر للأسرة. شو نوع المساعدات اللي إحنا كنا نقدمها لهذه الأسر؟ كنا نقدم راتب شهري يحقق كفاية الأسرة، يعني هنا نتأكد على نقطة إنه كفاية الأسرة تكون الأسرة مكتفية، ما نحتاج تروح لمصادر أخرى للدخل، هذا يكون كافي لها. كنا نقدم راتب شهري، مساعدات تموينية تشمل مساعدات السكر، زيت، شاي، دقيق، ومثله مساعدة شتوية. نحن بموسم الشتاء كنا نقدم برميل مازوت، طبعا اللي بيعيش بسوريا بيعرف يعني برميل مازوت شهريا في فصل الشتاء، هذا رقم، هذا مساعدة كبيرة وهي مبلغ كبير على الأسرة، هو عبارة عن 200 لتر مازوت تقدم شهريا لهذه الأسرة. في عنا مساعدة تعليمية، مساعدة تعليمية طبعا بسوريا التعليم يذهب للمدارس العامة عموما، يعني
الأطفال بتظهروا على المدارس العامة، وبحاجة ما بحاجة لأنه ننفق عليهم بهذا الموضوع إلا بموضوع كتب، دفاتر، حقائب مدرسية، بعض الاحتياجات القرطاسية اللي تلزمهم. لكن إحنا كان في عنا برنامج متميز حقيقة بموضوع ما قبل المدرسية، يعني أطفال في سن التحضيري نقوم بإرسالهم لأقرب دور حضاني، ونحن نقوم بالإنفاق على هذه بالدفع لهذه الدور الحضاني. وحقيقة كان معظمهم متعاون ويأخذ أرقام رمزية مننا كميتم إسلامي حتى ويخفف العبء علينا. كنا كمان في جمعية البر كان عندها برنامج لرعاية ما قبل المدرسي، كان كمان ساعدنا بهذا الموضوع وتبنى الأطفال نحن نشتغل فيهم. في عنا مشكلة كانت الأطفال اللي بيعانوا من صعوبات تعلم أو ضعف بالمناهج الدراسية، فكنا مثل أي طفل ببيت عادي لو أنه عانى من نقص أو مشاكل بالتعليم كنا نحن نقوم مثلا على تحدي دروس خاصة مع مدرس خاص بالمادة اللي هو يواجه الضعف، نعم، أو أنه نحن نحوله لمراكز مختصة مثلا بالاحتياجات الخاصة إذا عنده صعوبات تعلم. مثلا جمعية رعاية الطفولة الله يجزيهم خير كانوا موجودين بالتعليم والحالات الخاصة. طبعا من احد البرامج اللي بنقدمها احنا محاوله تحسين دخل الاسره عن طريق تشجيع القادرين فيها العمل، يعني محاوله ايجاد فرص عمل عن طريق علاقاتنا الشخصيه او عن طريق ايجاد دورات تدريبيه مثلا بمراكز معينه يساعدوهم بهذا الموضوع. اما المساعده الصحيه فكان جمعيه الميتم الاسلامي ما عنده اي عيادات، ما عنده اي مشافي، لكن كان جمعيه البر تقوم بهذا العمل الله يجزيهم خير، جمعيه باب الصداع، صندوق العافيه وغيرهم الجمعيات اللي تقدم الأدوية ولا تقدم الطبابة، خدمات طبية. هلأ في عنا نقطة نحن اللي هي الضوابط المحددة لسقف المساعدات اللي بتقدر تقدمها أي جمعية في سوريا للأسرة، فكان في ضوابط تحدد هذه الأمور، وكنا نشعر إنه هذه الضوابط غير أحياناً الحدود المحددة لأنها غير كافية لأنه هذه الأسرة تكون مكتفية. ونحن هدفنا بالأول الأخير إنه العائلة هاي تركز على موضوع رعاية الطفل، اهتمام بدراسته، يكون نمو طبيعي بالبيت. فكنا نتعاون مع الجمعيات الأخرى، فإذا وجدنا أنه نحن غير قادرين على كفاية هذه الأسرة نتعاون مع الجمعيات الأخرى ونطلب من المساعدة. جمعية البر، جمعية البر نحن هاي الأسرة نحضر مساعدة مبلغ كذا، هاي الأسرة محتاجة لمبلغ أكثر، فأنتم ممكن تغطونا هاي المساعدة. فكانوا جزاهم الله خير معظم الجمعيات، جمعية البر، جمعية باب الصداع، درب علبي، معظم الجمعيات كانت تتعاون معنا في هذا الموضوع. النقطة الفارقة في بهذا البرنامج كانت موضوع المتابعة لحالات اليتيم. كان عندنا مختصين يقوموا بزيارة الأسرة على الأقل مرة شهرياً، على الأقل يقوم بزيارة الأسرة، يقوم بزيارة المدارس للإطلاع على وضع الأيتام والإطلاع على أحوالهم، وإذا صار في تغييرات، طفل عم بيعاني من صعوبات تعلم، طفل عم بيعاني من مشاكل نفسية، طفل عم بيعاني من مشاكل اجتماعية، نحاول نحن نساعد بهاي الأمور. أو مثلا تغيرت الظروف، كان واحد عم يدرس بطل يدرس، واحد الأم صار عندها دخل فرضا، أو في عندهم ظرف نحن بحاجة له، فكنا نحن نتدخل ونحاول نساعد بهاي الأمور عن طريق لجنة المتابعة اللي كانت على الأقل شهريا. رحم الله من توفي منهم ونستشهد نحسب عند الله من الشهداء إن شاء الله أذكرهم جميعا. يعني كمان كان في عنا زيارة دورية للمدارس، كانت عشان تقوم بزيارة دورية للمدارس والاطلاع على تقدم أو تحصيل العلمي للطالب، إذا كان في عنده أي تقصير كنا ندارك هذا الموضوع بسرعة حتى ما يصير هذا الموضوع عبء على الطالب وعلى الطفل وعلى الأسرة. كنا نقوم باجتماع دوري شهري، تقوم هذه اللجنة باجتماع دوري شهري تقوم بمتابعة التقارير القادمة من لجنة المتابعة والاطلاع على حالات الأسر وأيضا دراسة الأسر الجديدة كل مرة حتى نحن نرتقي بهذا البرنامج. الرسالة بدقيقة أستاذ عباس، وخلصنا تقريبا نحن. طبعا في عنا نحن أنا رح أضيء على موضوع مجموعة الصعوبات تقريبا انتهيت اللي كنا نواجهها، هي واحد الموارد المادية اللازمة لهيك مشروع، وجود بعض الحالات اللي استغلت حالة اليتم والفقر لتحقيق دخل عن طريق استجار مساعدات، يعني هي من الأهالي من كافة الجمعيات وأهل الخير كانوا يحققوا دخل أحيانا يتجاوز حتى دخل الشخص العامل أو اللي نسميه فول تايم جوب.
كان عندنا مشكلة عدم قدرة جهة واحدة تغطي كافة الاحتياجات، وجود كان في عندنا وجود حالات خاصة، أمراض نفسية، في كان عندنا تقصير بعض الكوادر أحياناً، أو وجود حالات إساءة للأيتام، محاولة أفراد بعض أفراد المجتمع والهيئات استغلال الأيتام عن طريق خاصة برنامج كفالة اليتيم مباشر، وهي بتقضي أهلية إنه كان في بعض الأفراد يتقدموا لنا إنه يعني أعطونا نحن أسرة نحن بنكفل أيتامها مثل ما تفضل الأخ. لكن كنا نكتشف بعد فترة إما هذا الكافل نسي الأسرة على الآخر خلاص، أعطاهم مساعد شهر شهرين ثلاثة نتيجة ظروف أو انشغل أو ما أنه مهتم أو نسيهم، أو إنه كان في عنا بعض حالات اللي هي كانت إساءة الأيتام مع طريق تعرض للزوجة أو تعرض لليتيمات أو للأولاد. فقررنا بشكل مباشر، طبعا راح تروح المواضيع نحن شو الإجراءات سويناها بهالحالات هاي. بالنسبة لموضوع بالنسبة إنه كان في عنا تم تنسيق رائع جدا مع الجمعيات الأخرى، يعني كنا نتبادل كافة البيانات مع جمعية أخرى، جمعية البر، باب سباع، كافة الجمعيات، ونقاطعها مع بعضنا ونشوف نحن شو كل واحد قادر يقدم مساعدة بشكل أفضل. يعني نحن نقدم مثلا مساعدة تعليمية لليتيم بالمدارس اللي عنا، جمعية البر تقدم ما قبل الدراسة، تقدم الرعاية الطبية، فكل كان جمعية كانت قادرة تقدم شيء مميز، وكنا هذا الشيء نتكامل فيه، وهذا كان كتير مفيد لنا لأنه قدرنا إحنا نحقق خدمات أكثر كجمعيات. أنا أتكلم نعم كمل عام جمعية كجمعيات قدرنا نقدم خدمات أكثر للأسر المحتاجة، وترشيد الموارد اللازمة لهذه البرامج. في عندنا تم مثلا قررنا انه مثلا ما يصير في علاقه مباشره بين اليتيم وبين الكافل، يعني مشان هذه المشاكل اللي صارت، فقررنا انه ما يكون اليتيم الكافل اذا حب يساعد الميتم نحن بنحطه بعيننا وراسنا، نحطه راسنا اهلا وسهلا تفضل، نقبل تبرعات منه، لكن كنا لا نعمل اي علاقه مباشره مع الايتام. كانت الجمعيه تقوم ببعض الاستثمارات الوقفيه مثلا عن طريق تحسين الدخل تبعها، عن طريق دخل من الأوقاف، كان يجي مثلا صالة زنوبيا كانت أحد مصادر الدخل لدار الأيتام، المدارس الخيرية كانت مشهورة بحمص معروفة، وكانت تحقق دخل جيد جدا للأيتام. طبعا أنا ما بقدر أحكي عن الواقع الحالي، الواقع الحالي عم يحكي عن حاله، وأنا بس حبيت أضيء على تجربي. إحنا نعرف أن الأيتام هن أضعف أفراد المجتمع، والقائم عليهم خاصة الأم تواجه صعوبة، أو العمي أو تواجه صعوبات كبيرة في رعايتهم، لأنه فقدت أحد السند يعني السند اللازم لرعايتهم، فبنلاقي في عنده مشاكل نفسية عاطفية، عندنا مشاكل مادية طبعا نتيجة الفقر الحاصل حاليا، مشكلة تأمين التعليم لإلهم، الأمان لإلهم، أحيانا يفقدوا الأمان، فهاي بعض الأمور اللي إضاءة أخيرة. الإحصائيات حالية قبل الزلزال كانت تتحدث عن 120 ألف يتيم في الشمال السوري، وعموم سوريا يصل لحدود المليون يتيم. المشاكل اللي عم تواجه إنه مليون يتيم أين أستاذ عباس؟ أنا أتكلم عن في الشمال السوري بحدود 120 ألف يتيم، وتقريبا عموم سوريا يصل لعدد الأيتام لمليون يتيم حسب عدة مصادر أنا بحثت عنها، وإن شاء الله إنه تكون هذه المعلومات صحيحة، وإن شاء الله يكون الأرقام أقل. محاولة تقديم مساعدات لليتيم عادة لما بتركز أحيانا تركز على الكم، يعني نحاول نحن نقدم خدمات لكم كبير من الأيتام، لأنه المشكلة كتير كبيرة عم تكون على حساب أرجو أن تختم نوعية حساب النوعية. أنا ختمت إن شاء الله، ونبه على موضوع أنه نشاط بعض الهيئات بتجارة الأعضاء وتجارة الأطفال وبهالظروف اللي هي بصير في نوع من الفوضى. أخونا الله يجزيه خير نبه على موضوع أن الدولة التركية تحمي هذا الموضوع، نحن لا نعلم ماذا يحصل في الشمال السوري، هل هناك هيئات تقوم على حماية الأيتام أو رعايتهم؟ الله يجزيكم خير وشكرا لكم، وسامحونا إذا أطلنا. الدكتور رأفت ميقاتي رئيس جامعة طرابلس لبنان فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، وشكرا للدعوة الكريمة من البيت الحمصي ومن صاحب هذه المبادرة الطيبة أخينا الحبيب أبي عامر السباعي، وجزى الله تعالى محاضرنا الجليل وأستاذنا الكبير العلامة الدكتور
محمد الزحيلي خير الجزاء، وأكرر التعازي القلبية الحارة لأهلنا في تركيا وأهلنا في الشمال السوري جراء هذه النكبة الكبرى والكارثة العظمى التي نسأل الله تعالى أن تقف هنا ولا تمتد أكثر، فالزلازل لا تزال مستمرة إلى مساء أمس تحديدا. وكنت قد حرصت في صبيحة هذا اليوم على تعزيز معاني النهوض والتغلب على الصعاب، فأهديت إخواننا الأكارم في تركيا الشقيقة وفي سوريا الذبيحة، أهديتهم قصيدة وفيها ما فيها من عزم إن شاء الله على المضي في تغلب على هذه الكارثة. نحن نحتاج إلى هذه البرمجة النفسية الآن لإعادة الثقة بالنفس بعد اليقين بالله على أن هذه الأيام إن شاء الله تمضي ونتغلب على الصعاب. فقلت فيها: بلادي قومي ولا تحزني، ستبقين رغم الضنا موطني، وإن زلزلت بالمدى الراسيات فأنت الشموخ فلا تنحني، ورب العباد ابتلى عبده فكون النجاح ولا تفتني، وما بعد ذا الموت إلا الحياة فكون الحياة بها أذني، وما بعد عسر سوى يسره، وما بعد خوف سوى المأمن، وطوبى لمن تحت هدم قضى شهيدا يزف إلى المحسن، وإني على ثقة بالكريم ولا يرتجيه سوى الموقن. بلادي قومي ولا تحزني، تمنى عداك بأن تدفني، فكوني عليهم كصعق السماء وكوني الزلازل للخائن. أحبابنا الأكارم، تعقيبا على ما ذكره فضيلة علامتنا الكريم الأستاذنا الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله، أود أن أشير إلى نقاط سريعة. النقطة الأولى هي ما ذكره فضيلته في مطلع سورة النساء عن ما يتعلق باليتامى، وعن أن كثيرا من الناس صرفه إلى التعدد. وفي الواقع أنا أجريت تأملا في سورة النساء وكتبت في ذلك كثيرا من النقاط التشريعية الفقهية، ومن ذلك ما ذكرته عن أن القسط في اليتامى معتبر، وعن أن إحدى وسائل القسط هو تزويج اليتامى بمهور مقبولة شرعا، فإن عجز من قام بذلك إن كان وليا لهذه أو إن كان حاضنا لهذه اليتيمة، فكان من البدائل التشريعية أن يؤمن التزويج لها. والتزويج هو دمج في الأسر، وهذا الدمج هو حل رائع، هو بديل عن ما تعانيه اليتيمات من قهر نفسي أو تحرش جنسي في بيوت الأقرباء أو في دور الرعاية الاجتماعية.
إذن تزويج اليتيمات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا أمر يحتاج إلى تعديل القانون في تركيا، وهناك زمرة من النقاط القانونية تستدعي التعديل، من ذلك ما يمكن اغتنامه واهتبال فرصته الآن إن كان ذلك مناسبا. وأهل تركيا أدرى بشعابها التقدم بعدة اقتراحات قوانين، منها إجازة التعدد، إجازة التعدد، فالتعدد ممنوع، وإجازة التعدد هذا لإتاحة المجال للستر على الأرامل بعد هذه الكارثة العظمى المرشحة إلى 100,000 شهيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النقطة الثالثة هي تلك المتعلقة بتعريف الطفل، وقد ذكر فضيلته أن هناك من يعرف الطفل في زماننا بمن دون 18، وهذا طبعا تعريف أممي، وهذا تعريف خطير جدا، وأرى أن فضيلته لم يرد الدخول في هذا الباب حرصا على مراعاة الوقت، لكنه يعلم تماما، وقد شارك سابقا في مؤتمر ما يسمى بالعنف الأسري في جامعة طرابلس، والخطورة في ذلك أن كل زواج دون 18 من العمر يعتبر عنفا ضد الطفل. فتعريف الطفولة في مواثيق الدولية بأنه سن 18 إنما مراد منه أمران: الأمر الأول تشجيع الفوضى الجنسية دون 18، وتجريم الزواج دون 18، وهذا أمر خطير للغاية. الأمر الأخير هو ما ذكره أخي الكريم المتحدث الأخير من حمص، واعذروني ما ذكرت اسمه، ونحييه عباس في أي مكان. جزاه الله خيرا، وكل الحاضرين، ومولانا الشيخ علي الشربجي فاتني وقصرت في السلام عليه وأرجو منه الدعاء، وقد اشتقنا إليه جدا. فما ذكر عن مسألة الاتجار بالأعضاء البشرية، هنا أنا أقول لكم مسألتين. الأولى هي وجود طبعا مواد تكافح وتمنع وتعاقب للتجار بالبشر، لابد من إعمال نصوصها الآن بآليات تنفيذية، ولابد من مراقبة هذه الفرق الإغاثية التي تتحول إلى، أو يتحول بعضها ولا أعمم، إلى فرق اصطياد للأطفال. وهنا أذكر بالنقطة الثانية في هذه الجزئية، من حق الطفل المصان دوليا في الحيازة على رعاية ضمن بيئة تتناسب مع عقيدته، وهذا ما ينص عليه اتفاق حقوق الطفل الدولي. اليوم الذي يجري هو نزع الأطفال، وقد شهدنا في لبنان تحديدا نزع أطفال من التابعية أو الجنسية السورية من إخواننا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وهؤلاء جرى تجريد الآباء والأمهات من أبنائهم بزعم أنهم يعنفون أطفالهم، إذ يأمرونهم ببيع الورود مثلا للتكسب، فيقولون له: من أمرك بذلك؟ وهذا ما مات، يعني أنا نتكلم عن اليتيم، هذا لم يمت أبوه ولم تموت أمه، يقتنصونه بزعم أنهم يستغلون طفولته. والذي يحصل إلحاقه ببعض المؤسسات من دين آخر، واكتشفنا أن البعض جرى بيعه إلى ألمانيا، وهذا أمر وطأ له أخونا الكريم أستاذ أبو عامر فيما أسماه بشح الذرية في بداية هذه الجلسة والأمسية الربانية. فهنا نحذر نحن من مخالفة
هذا البند المتعلق باستغلال الأطفال وبإلحاقهم بدول أخرى أو بمحاضن أخرى تناقض عقيدتهم، فكيف إن كانوا يتامى أو لقطاء؟ نقترح على وزارة الأسرة، وزارة العائلة في سوريا وفي في عفوا في تركيا، أن تضع هذه الإسوارة المكتوب عليها اسم كل طفل لاحتمال تكرار الزلازل، والطفل ما بيعرف اسم أبوه ولا أمه، وهذا ما يحوله من يتيم إلى لقيط لأنه لا يعرف بنفسه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا دكتور حتميقاتي على هذه المداخلة الكريمة. أخذ من الدكتور عبد العزيز السباعي عمان الغالي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة يعني مع التعليقات والإشارات يعني أصبح الموضوع متكاملا. عندي فقط نقطتين وقد يعني ذكرا لكن تلميحا. البارحة كان في زيارتي أحد الشباب الناجحين واستمر عندي يعني ساعتين ونصف، فسألته عن أبيه وهو حي، فقال أن أباه هو السند الأول له. هذا الناجح يقول إنه الأب هو السند له. فاليتيم أنا أعتقد طعامه وشرابه هذا مهم، لكن يحتاج أهم من ذلك إلى سند يسنده في الملمات. فأنا يعني فقدت والدي ولم أبلغ من العمر 5 سنوات، لكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بمن يسندني، وما زلت أتغنى بما قلت لمن له فضل علي: أكون منكر نعمة أو ليتها، ولقد نشأت وفيض برك منها لي، قد مات عني في الطفولة والدي، فظللت تشملني بعطف مسبلي، وسقيتني شهد الرعاية ريقا، ومنحتني بر الكريم المفضل. فيعني إذا استطعنا أن نجد لليتيم سندا فهذا يعدل إطعامه ورعايته الصحية وغيرها. الشيء النقطة الثانية السريعة اللي بدي أذكرها إنه في يتم معنوي ينبغي علينا ألا نغفله ونسعى لحله. أولا الأب في بعض الدول الغنية مثلا دول الخليج، هذا يعني عنده سائق، السائق بروح وصل الابن برجعه، وأحيانا يعني مغسول ذهن الولد هاد. فأحدهم قال لأحد الأبناء الإخوة اللي أبوهم بوصلهم ويستفيد من التوصيل في بالفعل تهيئ ولده لهذه الحياة، قال له: أبوك يعني بخيل كتير ما بحط لكم سائق. قال له: أنت بتروح مع سائق، أنا بروح مع أبي برجع مع أبي. فهذا جواب يدل على أنه هذا الولد كان واعيا جدا. فوجود هذا السائق هذا يتم ولده وهو على قيد الحياة. واليتم الآخر والآن يعني منتشر مرض في أوروبا وأمريكا وكندا وغيرها، أن المرأة يعني شياطين الإنس وشياطين الجن يسولون لها أنها إذا انفصلت عن زوجها فهي يعني ستعيش في جنة الخلد، وتحاول أن تنزع الأولاد من آبائه، فهي تيتم هؤلاء الأولاد. فيعني أنا بقول إنه إذا كان نحن كان عندنا برامج
معينة للحفاظ على الأسرة ومنع هذا اليتم، فهذا خير كبير جدا جدا. الأب يكون موجودا والأم تيتم أولادها وهي تشعرهم بأنهم أيضا سيربحون، والخسارة أكيدة جدا مثل ما ذكرت عن حالتي أنا. يعني السند هذا عوضني عن الأبوة، وهذا الأخ اللي زارني البارحة ذكر أن أكبر سند له وهو ناجح، يعني أنهى الجامعة وتخصص أيضا بعد الجامعة وقام بإنشاء شركة خاصة به، ولكن يعتبر أبوه هو السند الأساسي. جزاكم الله خيرا وسامحونا على الإطالة. جزاك الله خيرا عمنا الدكتور عبد العزيز السباعي. الدكتور عبد العزيز دكتور في الكيمياء، وهو بعد أن كان له سند صار هو سند للكثيرين، جزاه الله خيرا وأمد الله بعمره مع دوام الصحة والعافية. أخذ من أستاذ رفاه المهندس والدكتور وهيب الخوجة وهو اختصاصي في الأوقاف الإسلامية. تفضلي أستاذة رفاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بالأساتذة الكرام، وكان بودي أن أحضر اللقاء من أوله لكن كان عندنا اجتماع آخر، فأعتذر إن لم ألم بالمعلومات الواردة، وحضرت بعض المداخلات القيمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبداية يعني أعزي شعبنا المصاب المبتلى، عظم الله أجور شعبنا المصاب تحت كل سماء وفوق كل أرض، وخاصة فيما أصابه مؤخرا. والحقيقة هذه الابتلاءات إنما هي إن شاء الله يعني تتضمن البشريات، يعني تتضمن إن شاء الله أن يعلي الله عز وجل شأن هذا الجهاد المبارك الذي خاضه شعبنا خلال مدة طويلة من الزمن وكلفه الشيء الكثير، وإن شاء الله بأمر الله عز وجل سيكون الغد أجمل وسيكون الغد مباركا إن شاء الله بأجيال جديدة تعرف الحق وتنتصر له بإذن الله عز وجل. والحقيقة إذا كانت الابتلاءات قد تنوعت على شعبنا بأشكال وألوان يعني لا تخفى على أحد أبدا، فإن وجود العدد الكبير من الأيتام إنما هو امتحان حقيقي للمؤمنين في مجتمعاتهم، وهو الحقيقة اختبار لقدرة هؤلاء المؤمنين على العمل المخلص المتعاضد المنصف المتوازن ما بين واجباتهم ومسؤولياتهم نحو أسرهم وواجباتهم ومسؤولياتهم نحو مجتمعاتهم. والحمد لله لقد رأينا صورا ناصعة تعلي يعني شأن الحق وتهتم به، وأعرف ممن يكفلون الأيتام يكفلونهم كما يكفلون أبناءهم ويتابعون شؤونهم كما يتابعون أبناءهم، ولولا هؤلاء لربما لم يكن هنالك بارقة أمل بتغيير قريب. والحقيقة ما من شيء يعني يمكن أن يقال في مزيداً عما قاله الأساتذة، إلا أنني أؤكد أننا في مرحلة الآن نحن في مرحلة الزلزال والهزات الارتدادية. يقوم التعاطف الإنساني، يعني بعض التعاطف الإنساني يكون مدعى يعني دموع التماسيح، وبعضه يكون بعاطفة مؤقتة، وبعضه يكون فعلا تعاطف إنساني حقيقي، لكن علينا أن نجمع أوراق هؤلاء جميعا لكي نمسك بالأوراق حقيقة بشكل مصوب وصحيح، فلا تفلت منا يعني ثغرة، لأننا أمام هذا الحدث المفجع أحيانا ننشغل بأشياء عن أشياء، وجل الذي لا ينسى ولا ينشغل. لكن علينا اليوم أن نتقن فعلا إدارة الأزمة
ويعني وأن لا نفلت أمرا من أمور أبنائنا وبناتنا ونسائنا وأخواتنا. وأنا أقول يعني اليتيم وأمه، يعني اليتيم وأمه، يعني جرت العادة مثلا في مؤسسة مسرات، وهذا ما بدأناه الآن في مؤسسة الأمان، أن نكفل الأسرة بكاملها وأن لا نكفل الأيتام فقط. مباشرة نتكلم مع الكافل ونقول كفالة الأسرة بأكملها وليس كفالة يتيم أو يتيمين. لذلك نحن ننوع أحيانا في مثلا ننوع، لا نأخذ يتيمين من أسرة واحدة إذا كانت الكفالات شحيحة، وإنما نأخذ من كل أسرة يتيم لكي تتم كفالة الأسرة بكاملها. والكثير من أمهات الأيتام هن صبايا في مقتبل العمر، وهؤلاء يحتاجن إلى رعاية وعاطفة ومال وجهد، ومن الخطأ أن نعطي المال دون أن نبذل الجهد التربوي والتعليمي الذي هو أهم من المال حقيقة. يعني أكيد لا يخفى عليكم إخواني أن الأمر جد وأن الأمر محزن، وأن كل مصيبة إنما هي تهون وتخف عندما يمسك كل أخ وكل أخت بالملفات إمساك الواثق بدينه والواثق بأنه يعني يعمل هذا العمل خالصا لله عز وجل، وأنه يبذل كل ما يستطيع تجاه أبناء مجتمعه كما يبذله تجاه أبنائه وخاصة أسرته. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أستاذ رفاه. أخذ من الدكتور وهيب خوج التيمي، وهو بالباعي الكبير وله فضل كبير في البيت الحمصي بما أتحفنا فيه وعرفنا به عن الأوقاف الإسلامية ودورها في المجتمع منذ صدر الإسلام حتى الآن، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذكركم أنا أرحب بمشايخي والأفاضل الكرام الذين أروا هذه وأضاء إضاءة طيبة ومباركة بالنسبة للموضوع التي أنا أتكلم من جهة واقع الوقف على عجالة، يعني عظمة التشريع الإسلامي التي تتمثل في كون هذا التشريع استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة التي لم يستطع أي تشريع سابق أو لاحق أن يحققها. التشريع رسم لنا صورة مثالية أي مجتمع إنساني من خلال الحلول يعني كافة المشكلات الأخلاقية والاجتماعية ومنها هذا الوقف. هذه من جهة الوقف، أنه يشهد واقعا يعيشه الإنسان يتغير حسب الواقع تباعا لتصرفات البشر وغائبهم، وكذلك مع الحوادث والنوازل التي تحصل. لقد كانت مسائل الوقف يعني من أهم القضايا التي تناولتها المصادر التشريعية وكتب الفروع بواقع ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وتخصيص ذلك به. الأمر الآخر والأهم أن الوقف من الأمور المصلحية، ليس من الأمور التوقيفية التي نزلت من عند الله عز وجل فتطبق على هيئتنا التي نزلت عليها كالعبادات والتشريعات الأخرى. من ثم تجلت العبقرية الإسلامية في مسائل الوقف في كافة المذاهب عند أهل السنة، رغم اختلافاتهم الفقهية التي كانت تبغي أو يعني تتغيّل مصلحة شرعية أولاً وآخراً، ومنها موضوع الأيتام. أنا يعني من خلال التجربة، وكذلك أنا أختصر هذا اختصار شديد جداً، الأيتام سبحان الله العظيم لم يضرب لهم سهم في زكاة، وإنما جعل المجال أوسع من هذا في موضوع الصدقات والوصية، وهذه طبعاً في آيات عدة كثيرة جداً في موضوع اليتامى والقيام عليهم ورعايتهم وتوثيق حقهم لله لهم تجاه المجتمع. أما الزكاة فلم يخصص لهم سهم في ذلك إيحاء أو يعني انتقالا إلى مجال أوسع، وهو قضية أن الاستثمار في موضوع الأيتام أمر مهم جدا، استثمار الطاقات القدرات، استثمار أموالهم التي قد خلفت، لأن قد يموت اليتيم وله مال، ليس كل يتيم فقير، وإنما قد يكون، وإذا فقر عاطفيا أو فقر اجتماعيا أو فقر انتسابا إلى أبوة فإنه قد يترك مالا يقام عليه. لذلك
جعل للوصي أن يرعى حق اليتيم في الاستثمار له. فأنا الذي أجده في اختصار جد شديد جدا على أنه ينبغي أن تخصص شركات عالمية تعنى بشأن الاستثمار في الأيتام للأيتام، تستثمر فيهم وتستثمر لهم، وتكون هذه الشركات شركات يعني ذات قواعد مهمة جدا في قضية بكل ما تعنيه الكينونة الاقتصادية والمالية للاستثمار في مجال الأيتام من خلال بوابة الوقف. انتدبت للرعاية أو للإشراف والإدارة على من خلال الهيئة عالمية لا أريد أن أسميها بالعمل في إدارة يعني مشروع فرعها موجود في تايلاند، هذا قبل 17 عاما تقريبا. ثم اكتشفت على أن الهيئة لها أرصدة تجمدها بلغت 120 مليون لما كنت في المملكة، 120 مليون ريال سعودي. قلت ما هذه الأموال؟ قالوا هذه الأموال هي مخصصة للأيتام، ولذلك نحن الآن لنا سنتين تقريبا لم نستثمرها، وما احنا عارفين كيف نستثمرها لمجال الأيتام. فأعطيتهم ملف كامل جدا في موضوع الاستثمار للأموال للأيتام بنقلة سريعة جدا وجديدة وجديرة بالاهتمام. فسبحان الله العظيم، قالوا ما يعني المشكلة الأيتام عندنا يعني بدأوا يتعللون بأشياء أخرى. قلت العالم الإسلامي كله أيتام، ألا تجدون أيتام ترعوا حقهم وتسقط التبعة بين يدي الله عز وجل السؤال عنهم؟ فهذا تفريط، هذا يعتبر تفريط. فذلك الأيتام الآن هم في حاجة، سواء أنا لا أتكلم عن الحكم الفقهي والشرعي وهذه مسائل طويلة لن ننتهي منها، أنا أريد النقل الآن يعني ما يسمى بقضية اقتصاديا وتحقيق استثمار يعود على الأيتام من خلال التنمية البشرية، من خلال الاستثمار في الطاقات، الاستثمار في القدرات، الاستثمار في الأفكار، تخليص اليتيم من عقدة فقد الأب أو أحد أو كليهما. هذه ينبغي أن يعني تراعى فيها جهة استثمارية تنموية من خلال يعني تخصيص محافظ وقفية، من خلال تخصيص صناديق وقفية تعنى بالاستثمار لا تعنى بالإنفاق فقط، وإنما تعنى بالاستثمار لليتيم وفي مجال الرعاية للأيتام. الرعاية نقصد الرعاية التنموية التي تنهض بنفسية اليتيم، لا يعني تشعره بأنه دائما يعتبر اليد السفلى من خلال جريمة الذي هو يعدها الآن جريمة فقد أبيه. لكن هذه ليست جناية وليست سبة في المجتمع أن يكون هناك أيتام، بالعكس هذه إضافة كبيرة جدا ونوعية أن يكون المجتمع فيه أيتام، لأن الاستثمار في الأيتام ينبعث من خلال إداريات كثيرة جدا تحقيق منفعة كبيرة جدا للمجتمع، لأي مجتمع ناهي. طبعا في العهد قبل ما يسمى بالدول الوظيفية، هذه المعاناة لم تكن أظن التاريخ الإسلامي يعانيها، وإنما عاشها التاريخ الحديث من خلال الدول الوظيفية التي تخلت عن واجبها في الاستثمار للأيتام أو الاستثمار فيه. أنا أختم هذا حديثي أستاذنا أبو عمرو الله يحفظك. يعني بارك الله فيكم. وماذا أنت يعني تطلب من الجمعيات أو من البيت الحمصي أو من الدكتور ألبير بوز؟ معنا رسالة يوصلها يعني أن يخصص ما يمكن للاستثمار به في للأيتام من الجمعيات، من تخصيص أراضي زراعية، تخصيص أراضي بناء المساهمة فيها، مساعدتهم. يعني ينبغي أن حتى لو أن يعني الإدارات أو الوزارات الموجودة هنا من ضمن الأفكار النوعية أن تخصص معامل مصانع تعنى بالاستثمار للأيتام. لو ألزمت الشركات والمصانع وغيرها أن هناك يكون سهم هو مخصص للأيتام، يعني بنسبة لو 1% من كل وزارة أو إدارة أو مصنع أو جهة استثمارية أن يخصص هناك ريع ما يسمى بقضية سهم وقف اليتيم يعنى به الأيتام. لما وجدت هذه الفقر الاجتماعي والأخلاقي الموجود الذي ينسب تبعاته إلى الأيتام بعد فيما إذا حصل هناك معدل الجريمة ارتفع أو قضية المعدل الأخلاقي الذي هو بالسلبي يعني عاد على الأمة وظيفيا بتخذيلها وإضعافها، فهذه إشكالية كبيرة جدا. فلذلك مما هو مأمول
ويطلب كذلك من إخواننا في الوزارات والإدارات والمتنفذين أن يخصص للأيتام مع تضامنا مع الجمعيات للاستثمار سواء الأراضي سواء الجزء في المصانع جزء المعامل يسهمون كذلك في بناء ما يمكن استثماره لمصلحة الأيتام. جزاك الله خيرا دكتور وهيب على هذه الإضاءة الكريمة. أخذ كلمة من الأستاذ أحمد دباس ثم أخذ دعاء الختام من الشيخ مبشر ممدوح جنيد من المدينة المنورة. تفضل أستاذ أحمد. الله يجزيكم الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله الجميع على ما تفضل وما يعني أفاض. واضح الصوت؟ تفضل تفضل. بالواقع أنا بدأت تاريخي مع الأيتام في عندما كنت طالب بالتعاون مع الشيخ طاهر خير الله مدير مركز الأيتام في حلب. لكن بعد ذلك لما تعاونت مع هيئة الإغاثة الإسلامية في رابطة العالم الإسلامي فكنت المسؤول التقني عن مشاريع الهيئة، وكنت يعني أبحث حول ما العمل أو كيف العمل. يعني أعطيك مثال، فضيلة المحاضر ذكر عن الأيتام العظام، أنا كنت مهمتي أن أبحث كيف نشأ هؤلاء العظام الكرام الفضلاء، أي حياة عاشوها وأكرموا بها حتى وصلوا إلى هذه الدرجة من الكرامة ومن الفضيلة ومن العظمة العلمية. بالواقع وكلفت بذلك في خيمة أبو النور هنا في بداية 2012 لتقديم ورقة عمل لذلك. فعملت مسح يعني للعالم الإسلامي كيف يتم رعاية اليتيم. بالواقع وصلت إلى نقطة، إلى معنى طيب في بعض المؤسسات التي ترعى اليتيم، أن هناك رؤية ورسالة تكريم اليتيم أو يتيم مكرم. اليتيم المكرم يعيش حياة اجتماعية وعلمية حيث يتمنى من يعيش بأبوين يتمنى حياته. يعني هذه النقاط تستوعب اليتيم وتستوعب أسرة اليتيم وتستوعب حياة اليتيم العلمية وتستوعب حياة اليتيم بعد أيضا، يعني أن تكون سندا كما قلنا لليتيم حتى بعد تخرجه إلى أن يكون هو السند للمجتمع. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا أستاذ أحمد على هذه الإضاءة الكريمة. أشكر الدكتور محمد الزحيلي على هذه المحاضرة على تلبيته دعوة البيت الحمصي، ومن ثم هذه المحاضرة الجامعة الشاملة. كما أشكر الشيخ علي الشربجي، الدكتور مصطفى البيربوز، الدكتور عبد العزيز السباعي، الدكتور وهيب فوج التيمي، أستاذ رفاه المهندس، الدكتور رأفت ميقاتي، أستاذ أحمد دباس، وجميع الحضور الكرام. وآخذ الدعاء من الشيخ مبشر جنيد قد يتفضل مشكورا من قرب الحبيب صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذه الجلسة شاهدة لنا لا شاهدة علينا. اللهم أعنا على القيام بواجب هذه الفئة الضعيفة من المجتمعات الإسلامية. اللهم هيئ لكل طفل يتيم أو غير يتيم، هيئ له
من يربيه على تعاليم الإسلام، هيئ له من ينشئه تنشئة إسلامية يرضاها الله ويكون قرة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على تربية أبنائنا، اللهم أعنا على تربيتهم تربية يكونون بها عناصر فعالين في المجتمعات الإسلامية. اللهم يا رب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا قرة عين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرة عين لوالديهم، وقرة عين لمجتمعاتهم. اللهم يا رب أبعد عنهم كل يد خبيثة تمتد إليهم لتعبث بأفكارهم وتعبث بلغتهم وتعبث بدينهم. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم يا رب، وأعنا على تربيتهم، ووفقنا لتربيتهم، ويسر أمورنا، واقض حوائجنا، وفرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم يا رب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أخواننا هذا الدعاء كتروه كل يوم، كل يوم، ما يقلل منه الإنسان، كل يوم صباحا ومساء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا رب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم واغفر لأهل الحقوق علينا ولكل من صنع معنا معروفا. اللهم واجز إخواننا القائمين على هذه المحاضرات خيرا، اللهم بارك بهم وبارك بأهلهم وبارك بما آتيتهم من مال وولد. اللهم يسر أمورنا وأمورهم واقض حوائجنا وحوائجهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيراً شيخ مبشر على هذا الدعاء الكريم، وهذه منصتكم، منصة البيت الحمصي، عامرة بمحاضراتكم بحضوركم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.